السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا بعد تصريحات تاع جمال بالماضي، يعني بعد تصريحات تاع جمال بالماضي بأن وين قال الإعلام قال لهم روحوا سقسوا إبراهيمي اللي هو باغي يجي، يعني نورمالمون تصريحات ماشي كيما هاكا. نورمالمون يقول لهم عندي خيارات تاوعي، راني نشوف بلي راني ناجح فيهم، خيارات منا 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 بزاف صوالح. أفضل 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 أفضل، يعني واحد لازم يكبر شوية. خيارات تاوعي لازم نورمال عادي، أنا اختاريت عندي خيارات تاوعي، هادو هما اللي قدامكم سي بون صايب. بالتالي كاع ما نقول بلي نجي نشوفو مع كلابهم، ما نقول بلي روحو سقسوهم نتوما، ما نقول بلي ياودي هادو غي نساوهم، ما نقول بلي ياودي زورو، ما نقول بلي ديرو عروسه، خاطش علاه ديرو نعاود ولا قال لك الهضره ديرو نعاود ولا، ما نقول بلي روحو سقسو ابراهيم الا باغي يجي. انا واحد من الناس راني نكذب فيه بالماضي، ما راني بصح شتايا لا، انا كيما نعرف بلي ابراهيم يتلقى الدعوه يجي نورمال، خاطش من قبل ما كانش يعيطلو واحتاجه في الكوب دافريك اللي فاتت، عيطلو نورمال جا نورمال. واكبر غلطه دارها بالماضي مي ما جابش ابراهيمي في الماتش تاع الكاميرون، اكبر غلطه دارها تاع حياته. يعني كرة عندك في الاخرى مونديال غلطه درتها اللي ما انا والله من فكر ذاك الماتش تاع الكاميرون، لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ما بغاش يروح من قدامي ذاك الماتش، والله لا غايضتني، غايضني زوج، غايضتني تاع 90 كنت صغير، غايضتني لليوم كنت صغير. كان الشيباني الله يرحمه مع اصحابه يقول لهم والله العظيم يقول لهم 100 ريكي ما راحتش كوب ديمون تاع 90، ما روحناش لعبنا كوب ديمون تاع قليان، والله الله يعطيك كيما الشيباني تاعي الله يرحمه يقول لهم 100 ريكي ما راحتش كوب ديمون، 100 ريكي في ذاك الوقت خساره. غايضتني وغايضتني فانيك تاع قطر ما روحناش، غايضتني ليشان بالك تاع عقلو، خلينا منذ الهيشر هادو تاع اليوتيوب هادو وين استغلوا حتى اقصاء الجزائر خرجوا له يكذبوا على الشعب. انا 10 ايام ما طقتش نهدر، قسما بالله ما طقت نهدر 10 ايام، راني عاقل مازال فيديوهات 10 ايام باش درت فيديو، ولا 10 ايام ولا 11 يوم باش درت فيديو، درت فيديو مشت من الناس يكذبوا. نقول لكم كلمه راني عاقل عليها، قلت صايب ناس شوبير مالك ما قلت لهم حبست صحيح ما نسيت صحيح حاجه كنت باغيها، كنت باغي كوب ديمور ما كاش صحيح، ما ادري كنت خايب عقلاتي ما ضربك شعب الواحد. ومن بعد كي شفت ناس خرجوا فرفارات تاعهم يكذبوا باللي الماتش يتعاود تتنرفا دي فوا دي فوا تشوف ولا تتنرفا تكذب عليا نتايا، تكذب على ولدي تربح عليك الشر. مالكم حنا نعاودو نولو نتكلمو وين ابراهيمي، وين يخرج عن صمته ويكذب تصريحات جمال بالماضي. يا باينه ما يعيطلوش ما دام نشوف انايا بالك بالماضي من يخاف ولا غادي يخاف من الاقصاء ولا بالك يعاود يعيط لها، خاطر كاين بزاف قال لك هو كبير يا ودي في غولي كبير على ابراهيمية. مالكم ما في غول ابراهيمي الاخر هذوك عم ظهر جاي مظهر على هو سليمان، سليماني صغير انا نهضروا انا كي نقول كيما هكا مش راني ضد سليماني ولا راني ضد، بصح انا نهضروا لكم واش كاين هذه هي. وكشفت مصادر مقربه من اللاعب ياسين ابراهيمي بانه لم يرفض دعوه المنتخب الوطني وهو مستعد لتلبيه الدعوه على خلاف ما صرح به بالماضي امس في ندوه صحفيه. همشي من الوقت تحرم واحد كنقول لهم سقسوه هو لا باغي يجي، تما هو ما بغاش يجي لا. وفي شهر سبتمبر من العام الماضي اوضح جمال بالماضي بانه يفكر في اسماء اخرى لكي تتواجد مع المنتخب الوطني، وان تواجد ياسين ابراهيمي داخل المجموعه هو محل شك والامر غير مضمون، خصوص انه انطلق في مرحله التشبيب واعطاء
فرصة لأسماء أخرى في منصبه. أودي أنا ما أكذبش عليك، أنا كنت جبت إبراهيمي أفضل من بعض اللعابة اللي جبتهم والله العظيم. وفي شأن نوبول من العام الماضي، دائما قال الناخب الوطني بأن التصريحات التي أدلى بها ياسين إبراهيمي حول الحاكم الغومبي باكاري كاسابا وأسباب إقصاء أمام الكاميرون هو أمر يخصه لوحده، وسط تأكيدات في الكواليس بأن تلك الكلمات لم تعجب تماما جمال بالماضي. طوال الأشهر القليلة الماضية كلما يتألق ياسين إبراهيمي في الدوري القطري ويتوهج بشكل غير عادي مع فريقه الغرافة، نرى مطالب بعودته للمنتخب الوطني، ولكن يتم تبرير عدم تواجده بسبب تصريحاته في وقت يعتقد الكثيرون بأن عودته يعني فائدة نستفيد منها لأنه طموحات مختلفة. أمس قال جمال بالماضي بعض الكلمات التي تفتح باب آخر في الموضوع بقوله: ابحثوا عن ما إذ كان يمتلك الرغبة في محل يعني في حمل قميص المنتخب الوطني مجددا، وهنا نحن أمام منعرج يقودنا إلى طريق آخر، وفيه نضع احتمال بأن المدرب تكلم مع اللعاب، وهذا الأخير أخبره عن عدم رغبته في اللعب دوليا مجددا، وإلى ما كان لا يتكلم بالماضي عن رغبة دون أن يحدثه شخصيا. وبعدها نذهب إلى الطريقة التي نضع فيها علامة استفهام، هو التفكير، وهو إذ كان ياسين إبراهيمي يعتقد بأن وقته في المنتخب قد انتهى ولم يعد يريد أن يكون في المجموعة مجددا، وهو الذي يبلغ من العمر يعني 32 سنة، في يعني لماذا لا يقوم بإعلان اعتزاله دوليا ويضع نقطة نهاية لمشواره معنا؟ إبراهيمي قد لا يتردد في الرد أو توضيح إذ حصل على فرصة. يعني والله ما فهمناش، ما فهمناهاش. قلت لكم ما جاي ثقيلة بويا، جاي ثقيلة وراي جاي ثقيلة، وش غادي يسلكم؟ ها وش غادي يسلكم؟ وش غادي يسلكم؟ ها ولا ها ولا عمي ها ولا ها ولا ما تخدموش بلادكم؟ ها راي وراي كلش راح العدالة، كلش مشى العدالة، عرفتوا كيفاش؟ يا ودي صعيبة، الله يسلكم، أنا نقولكم والله الله يسلكم، ها والناس قلعت يا أبوي، ها ماشي سهلة، يا خويا ليك لا، قلنا نقولولكم. كنا نصحو فيكم يا ودينا للشيطان، يا ودينا للشيطان، لكن لا حياة لمن تنادي، والله لا حياة لمن تنادي يا خويا. أيوا اليوم ديك لا، اليوم كنت نقولكم الجزائر كي النخلة لي يدور بها والله الأخلة، سواء الشعب توما ليق ليق، غادي نقولها لكم ونعاود ليق بزاف صوالح، ليق بزاف أمور سدوها سهلة. يا ودي للشيطان، يا ودي هذه بلادكم، يا ودي هذه بلادكم، لا 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 شو بي رايح دارتك، لا كان كاش على بالنا، كنا عارفين بلي غادي ما غادي ما تطولش كيما هكا، كنا عارفينها بلي غادي تجي وتحبس، انا نقولكم كنا عارفين بلي غادي تجي وتحبس. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.
صحيح.